منذر بابا انت عصرت كاظم سير وصابر الرباعي وي يخي اش دخلك في عركه بين صابر الرباعي وبين كاظم سير جايبك ليهم ساعه مش عركه هي شو انا وقت كان حاتم بن عمر ربي يذكره بالخير وتحيه ليه كان عنده برنامج في نزل كريم نزل في قمر ذولي سكر طبعا اي 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 نزل كريم دونك ثم حصه كانت حصه اسمها الازواج فقط للازواج فقط ولا وقت مشيت انا وكريم العراقي وكريم العراقي الله يرحمه اللي توفى اخيرا ان شاء الله ربي يرحمه مرض وكذا وتوفى ربي يرحمه عرفني عليه المرحوم لطفي الزيني اللي كان عنده الزيني فيلم اكثر زيني في المغرب العربي في حمام سوسه ولا قال له عندي صوت حلو وانا صغير بكل سمعني كريم العراقي انا وقتها نكور ونجي نقعد مع كريم ما يجيش البيري شكون كريم العراقي معناها قلت هو لطفي الزين يقول لي ده استاذ وانا مش عطيها قيمه الحكايه من بعد شو فيه يحكي مع كاظم الساهر ويحكي مع درا شكون وسعدون جابر سهلت عليه نلقى روحي نتعامل مع قامه كبيره ياسر وقتها كبست روحي وقعدنا حصص سمعني وكذا عملنا البوم كامل هي لا 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 ما جاوبتنيش على السؤال شو المشكله بينك وبين كاظم وصابر لا مش نقول لك بعد ما عملنا الالبوم واحنا ولينا نقعدوا مع بعضنا برشا خاطر كان يكتب للاطفال واختصاص موسيقى جينيريك معناها جينيريك يا مدرب جاوبني على السؤال باش نجاوبك حبيت نقول لك كيف جات الحكايه جات انه قال لي منذر عندي قصيده اللي هي اللي هي البوم الصور اللي هي البوم الصور البوم الصور اي تقول بعيد عنك من سنين هي ساق بالك وشيخ حط الناس في الاطار البوم الصور هي كما احنا نمشيو العلاء ولا نمشيو صاحبنا مثلا متزوج جديد يعطينا البوم تصاور نتاعو نتاع زوجته نتاع كذا وقت اللي حل البوم الصور لقى صوره الحبيبه القديمه نتاعو فبدا يتكلم قال البوم الصور قال بعيده عني من سنين لا سامع خبر عنك ولا انت عرفتي وين وليل امبارح اصحابي صدفه في بيتي سهرانين كل واحد حكى عن قصه اشواقه بين الضحكه وبين الهمسه وبين البوم الصور شفناه يا منذر جاوبني على السؤال يا منذر خاطر هذا اهم من الواحد لا لا هذا السؤال مهم العركه بين صبر بن كظم سير ماني محبش ندخل في شيء لا يا ودي جاوبني على السؤال حتى نجاوبك بعد ما عجبتني الغنايه وكذا وشيخت عليها ومش نعطيها شكون يلحنها وبالمناسبه وقت بعثتها حتى لعبد الحكيم بالقايد مش يعمل فيها محالفه التلحين روحت انا على روحي وين نهار نحوس بعد ثلاث اربع ايام قالوا لي راهو صابر الرباعي تحيه ليه النجم العربي صابر الرباعي في معنا جيب خطاب يقول عندي غنايه اسمها البوم الصور مع كريم عراق انت خذيت هالغنايه بيان سور خذيتها انت صارت عركه من بعد هي؟ يعني صار قلت لكم ولا صارت عركه صارت عركه دونك انا من الاول فهمت مع كريم عراقي يظهر لي كي مشيت انا اعطاه مبلغ خير كريم العراقي كاظم ادفع اكثر في نزل في تونس لا صابر مش كاظم كاظم ما عندوش دخل في الحكايه كاظم او صابر ولا اللي ملح ما يغيب على طعام في اللي زيميشي لا لا انا راني احترم برشا صابر مانيش ما نحكي حكايه قديمه يعني في 97 صابر ادفع اكثر حسب ما سمعت المفيد هو صرح قرر عندي غنايه مع كريم العراقي اسمها البوم الصور تنرفزت انا دونك صرحت انا عند حاتم وصرحوا عند نجيب وصارت مناوشه صغيره ما وصلتش حكيت انا صابر في الموضوع حتى لتو حتى تقابلنا داني رمو في موزايك ما حكيناش ما حكيت وموضوع عربي يعني. ولا وما غنى حد وظهر اللي كاظم الساهر زاد كان مشي لحن الاغنيه فهمت؟ واضح وما لحنهاش واضح ب قل لي منذر ماكش برشا في البرامج التلفزيون وانا نعرفك قديش عانيت وبيناتنا ميات التليفونات على عدم اعتراف بعض المنشطين اللي وليتوا توا اصحاب واصدقاء ما كانوش عايطوا لك يا منذر وعانيت من هذايا برشا وقعدنا وتطلبني ونطلبك وتقول لي علاه راني مظلوم راهم يحبوش يعديوني في التلفزيون وقت صحيح هذا ولا صحيح في وقت من الاوقات انا عانيت برشا علاش لانه انا كنت عدى معنا جيب هل الركبي كنت عدى مع دماد مكبار معناها من بعد حسيت ثم سكروا علي تسكيره غير عاديه وانا من الناس انتحاري معناها تسكر علي منه نطلع لك من الغادي كانه خاله فهمت دونك توا وقت اللي نجح منذر وعمل اغنيه ناجحه ولا كلهم يطلبوا وجه توا اللي تختار ايوا ثم برنامج نمشي له وبرنامج ما يمشيلوش شكون مقاطع توا؟ ما مقاطع حد انا ما نقول حد مقاطع ما يعرف روحه يعرف مش دبلوماسي يعرف روحه ثم واحد لا هو عيط لي ولا انا عيط نحس في عيني يحب تو كي ضربت النخله كلمني اخوي الهادي مشيت وحضرت لانه الهادي وقت الشده كلمتك انا جيت وكلمت شنو توا هي معروف شكون ولا لا ثم اخرين ثم برامج ما تعداش فيهم بكل انا ممنوع منهم انت لا ممنوع انا بك يعطيني مليار ما نجيش ما نحضر له لا ممنوع انت لا هم يعيطوا لكش يا منذر لا 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 هو ما اجي نقول لك انا نعبر على رغبتي تو عيطوا لي لانه حاجته بالبرودوي الناجح تو بالسيف عليه يعيط لك يعيطوا لك تمشي لا انا عادي. نمشي كان للي يوقف معايا في الشده وفاء مش نوقف كان نمشي للناس اللي عاونتني وانا مستحق لك لانه انا قبل نحب نحط غنايات ونعمل في ستيل جديد
وثم ناس تقبل ثم ناس ما تقبلش، وكل غناء نعملها تعمل بوز، لانه مش عارف في حاجه سهله بسيطه. يبدو لك انه النخله عاديه، لا النخله فيها مشكله كبيره سيدي، والنخله كليت عليها برشا سب وتوزيعها وقت اللي تعاملت معه في بيتس تحيه ليه، معناها كانت مجازفه تسمى. دونك وقت اللي نجحت ولات العباد الكل اجا، انا نختار كان البرنامج اللي وقف معايا وقت الشده. وبصراحه سماعي يسامحوني في الكلمه، ثم برامج بتاع هشك بشك شو على، والحمد لله انا مش مستحق برشا للتلفزه طبعا. اللغه هذه كان تحكيها في فرنسا ولا في المانيا ولا في ايطاليا يضحكوا عليه. اعطوني نكمل لك يا ولدي اسمعني، المنطق هذا كان في تونس التلفزه فات. لا مش فات، ما قلتش فات التلفزه مازالت. لا ما قلتش فات، ما قلتش فات، انا ما قلتش فات. التلفزه دي ما موجوده، فناني في حاجه للتلفزه، ما قلتش فات. اما قلت ثم برنامج نمشي له نتحط في قيمته في الاطار اللي نحب عليه وناخذ حقي، وثم برنامج كي نمشي له نمشي انا متقلع. عبد الرزاق صاحبك شفيك ما تمشي له؟ لا عبد الرزاق كنت تخدم معاه كرونيكور. لا تو شفيك مشيت له؟ خاطر صحاب ياسر عبد الرزاق، نتعاركوا ياسر عادي، خاطر صحاب متعاركين مش نتعاركوا نتنوبزوا. لا شنو هي النبزه صغيره؟ شنو هي النبزه؟ نبزه صغيره، النبزه فك الكاميرا كاشي اللي صارت في فاس كاميرا كاشي. انت اخوك عبد الرزاق تعارك انت تو يا علاء يا علاء اخي، احنا تعاركنا تخانقنا تعاركنا يعني كانوا بز، خاطر عبد الرزاق صاحبي برشا فهمت. ما بجلكش انت الاول باش تتعدى ميسالش عاد تي ما عملنا دلل عليك. انا عبد الرزاق هاني دللت عليك انا في التصوير، انت اللي سجلت الاغاني الاخراني شلون وبز مال انا وياك توا. علاش اخويا عبد الرزاق حطني في على فوتوه هو تضربني في تنقورة الجبل في الريح صاحبي يا اخي عندك حق، هو هذاك الكونسيبت، هذاك الكونسيبت تاع كاميرا كاشي. يقول له يا عزيزي يا خويا تهنى مش نعملوا حاجه حلوه وين وانا طالع الفوق معناها والريح يضرب يا صاحبي كي قاعد هنا وضو والدنيا وهالوجوه كذا. روحت ما صورتش؟ روحت نرفزت بالبصر بدو ساعه بساعه. باش تغني لنا كوكتيل؟ باهي مش نعملوا كوكتيل تعليله النخله. اي لانه غنيت اه يا النخله وهذا مهم جدا. آه. على اه يا النخله كليت عليها برشا ضرب. اي هك باش تغني؟ وعدتكم انا عند في المايسترو وعند هادي زعيم قلت راني مش نبدل الكلام خاطر فيها تنمر برا فيها تنمر. بدلنا غنيه النخله ولا تعليل النخله ولا تقول اه يا النخله والليله الدخله يعني دخلت العروسه اه يا الليله والليله الزينه ومقوى سعدي ومحلى يامي ومعها زغريتها حلوه وبعد تقول لبست المطرس خرجت تدرج بوها يتفرج مسعف فرقتها ومقوى سعدي ومحلى يامي والكلمه الاخرى ما عادش نقولوها اللي هي اعطيني التحيه اللي هي الليله الدخله. لا ما ثمي شوف راهو الغنيه الاصليه نتاعي ما فيهاش ما ثمياش ليله دخله عملوها الناس راهي انت سمعتك هي اقصد هي اصلها تزيريه فيها هو على السعدي لا لا هو على يامي لا عليها لا هي من انت غنيتها يا منذر مرني سمعتك بوذنيه يا لولو الاغنيه التزيريه الاصليه تقول لي 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 انا سمعتها من عندك هي خذيتها من غادي يعني ما ثماش دخله شكون جابها الدخله ذي جابوها العباد بين الدخله والدخله هو على السعدي هو على يامي شكون قال هنا قلت ما واحد عنده حق بس انا نقول هو على السعدي وعلى يامي ما هو ما هو كل مره يمشي يلقى حكايه دونك قالوا على السعدي وعلى يامي تجاوزوه بدلناه مع فرقه سفيان السياله تعليل الفنان منذر بن عمار تعليله النخله سمعونا زغروطة آه يا النخلة آه يا النخلة والليلة الدخلة والليلة الدخلة آه يا الليلة والليلة الزين ومجوى سعد ومحليا ومجوى سعد ومحليا آه يا النخلة آه يا النخلة والليلة الدخلة والليلة الدخلة آه يا الليلة والليلة الزين ومجوى سعد ومحليا ومجوى سعد ومحليا Yeah.
Thank you.
Merci.